طيب، سلام عليكم. الأول إحنا آخر مرة كنا اتكلمنا على أي نظام اسمه إيه؟ أي نظام نيوماتيك سيستم. أي نيوماتيك سيستم هو عبارة عن مكونين أساسيين، يعني جزئين أساسيين، جزء بيولد الهواء ويضغطه، وجزء تاني هو اللي كونسيوم اللي إيه؟ كونسيوم الهواء، يعني بيستهلكه. خلاص، يبقى في جزء بيولد و بيوزع، والجزء الثاني هو عملية الايه؟ اللود. يعني زي ايه؟ زي ما احنا بنقول كده، زي ما احنا بنقول مثلا لو انا في الالكتريك ماشينز او الالات الكهربية، ماشي؟ ففي جزء في الكهرباء بصفة عامة بيسموه ايه؟ جنريشن، توليد، وفي جزء تاني اللي هو عملية الكونسامبشن او عملية الكونسيومينج او عملية ايه؟ استهلاك هذه الايه؟ هذه الكهرباء. انا بولد الكهرباء عن طريق مولدات او عن طريق طاقة متجددة او بغض النظر عن الوسيلة، ثم انا بستهلك هذه الكهرباء سواء كانت في الاضاءة او ان انا بستهلكها في مواتير او محركات او اي شيء اخر ممكن استهلك به الكهرباء. نفس الكلام، احنا عندنا هواء مضغوط، فالهواء المضغوط ده هيجيلنا منين؟ هيجيلنا ان انا بعمل له جنريشن، ان انا بضغطه، ماشي، بولده الاول ثم اضغطه ثم اوزعه، ومن ثم يروح الناحية التانية، بحيث ان ايه؟ هذا الكلام يبدأ يستهلك، هذا الهواء المضغوط يبدأ ايه؟ يستهلك. خلاص، احنا اخر مرة اتكلمنا على الجزء اللي هو بتاع الجنريشن والديستريبيوشن، يعني قلنا ان في مكونين اساسيين في الجزء الاول اللي هو جزء التوليد والتوزيع. قلنا المولدات هي الكمبريسور اللي هو بياخد لي الهواء ابو بلاش ده، ماشي، واعمل له واعمل لي ايه؟ وبيضغطه لي وبيحطه لي في ايه؟ في خزان. لازم ولا بد يكون في خزان، ما ينفعش اخد من الكمبريسور مباشرة على الايه؟ على اللود، ما ينفعش. هيفضل الكمبريسور ده يشتغل طول الوقت. طيب، ما هو الحل؟ الحل خد الكمبريسور، خد الهواء المضغوط اللي طالع من الكمبريسور، اعمل له ستورج، يعني خزنه. خزنه في تانك، خزنه في اي وسيلة ما، وانا هبدأ استهلك هذا الايه؟ هذا الهواء المضغوط اللي هو اوريدي مخزن ايه؟ في هذا التانك. طبعا ما بين الكمبريسور وبين وحدة التخزين بتاعتي بلقى ايه؟ بلقى شغل اللي احنا قلنا عليها الايه؟ البريجر ريجوليتور، او اللي احنا سميناها الايه؟ منظم الضغط. وقلنا منظم الضغط ثلاث ايه؟ ثلاث حاجات. الناس ما شكلها كده لا سمعت فيديو ولا عملت اي حاجة، ولا بتقرأ ولا بتذاكر ولا بتعمل اي حاجة. قلنا ثلاث حاجات. اول حاجة في فلتر، ماشي، هذا الفلتر دايما كده بيكون شكله كوباية. احنا لو انتوا بتشوفوه ممكن تشوفوه في المستشفيات. ليه؟ لان هو عايز الهواء فيري بيور، يعني ممكن في المصانع قليل او ان انا اشوفه، خاصة لو، لكن لو ان في مصانع ادوية او في مصانع مواد غذائية ممكن الاقي هذا الفلتر، لكن في بقية المصانع تقريبا مش بلاقي هذا الايه؟ هذا النوع من الايه؟ من الفلتر. فبيبقى عبارة عن كوباية كده، كوباية ازاز. يعني ايه فايدة الكوباية ديت؟ اول حاجة ان هي بتشيل الرطوبة من جوه الهواء، ماشي، نظرا لان الهواء المضغوط ده هيمشي فين؟ هيمشي في مواسير، وغالبا بتكون مواسير ايه؟ كبر، يعني مواسير نحاس. خلاص، وهي ماشية طبعا في بخار، بخار مية، الرطوبة بتاعتي ديت. طبعا لو انا سبت الهواء رطب، فبالتالي المواسير عمرها الافتراضي هيقل نتيجة الصدأ اللي هيكون متراكم من داخل الايه؟ من داخل هذه الايه؟ هذه التيوبس. خلاص، ففايدة الفلتر ان هي عادة بتشيل ايه؟ بتشيل الرطوبة. ليه؟ لان في فلتر قبل المفترض، يعني في فلتر قبل الكمبريسور نفسه، في فتحة الكمبريسور وهو بياخد الهواء كده من بره، بيبقى في فلتر زي فلتر العربية بالظبط، اللي هو بيشيل الغبار، بيشيل الرملة، بيشيل اي حاجة من الحاجات الصلد، ماشي. لكن الرطوبة والمية دي مكون من مكونات الهواء، ما اقدرش ايه؟ ان انا اشيلها بالطريقة المعتادة، فلازم يكون في فلتر خاص يعمل عملية الترشيح او عملية ازالة الرطوبة من الهواء. ثم بيأتي ريجوليتور، منظم للضغط، بحيث انا بسحب الضغط وهو بينظمها، عملية الايه؟ سريان الايه؟ سريان الهواء بتاعي، او الضغط اللي انا ايه؟ اللي انا محتاجه.
احنا قلنا عند الجماعه بتاع الكاوتش هتلقى الراجل ايه بيتحكم في الضغط ايه مانيوال بالمحبس، محبس حنفي عاديه خالص،